يحكى أن سيدة كانت تنتظر رحلتها في قاعة المطار. اشترت كتاباً تقرأه وعلبة بسكويت تخفف على نفسها ملل الانتظار، وكان يجلس بجانبها رجل عجوز يقرأ كتاباً هو الآخر، لكنها فوجئت بالرجل يمد يده إلى علبة البسكويت التي تأكل منها ويتناول القطعة تلو الأخرى دون ما استئذان، فغضبت وكادت أن تنهره بسبب ما اعتبرته قلة أدبه التي بلغت أوجها. عندما بقي في العلبة قطعة واحدة، فإذ بالرجل يقسمها إلى نصفين فيأكل نصفاً ويترك لها الآخر. تطفل لا يحتمل، قالت في سرها. ثم جاء نداء الصعود إلى الطائرة، سحبت أغراضها بحركة عنيفة، غادرت المكان وهي غاضبة. وهناك في الطائرة كانت المفاجأة. عندما فتحت حقيبتها وجدت بداخلها علبة البسكويت التي اشترتها كاملة دون نقصان، فأدركت أنها هي من كانت تتطفل على العجوز الكريم الخلوق. ربما هي قصة رمزية، لكنها تحوي الكثير من العبر. كم من المرات التي أسأنا الظن بأحدهم وتعجلنا بالحكم على آخر؟ كم مرة صدف وأن أعطينا أمراً في حياتنا أكبر من حجمه، وبدلنا أشخاصاً بأشخاص ثم تفاجأنا بأنهم لا يستحقون مكانهم؟ كم من العمر فات علينا ونحن لازلنا نكرر نفس الخطأ؟ ربما اكتشفنا يوماً أن أكثر قلب قسونا بالحكم عليه كان هو الأجدر بالبقاء والحب، فلنحسن الظن.